يعني خروج المنتخب النهارده، انت عارف ان بعثه الاهلي او الدوليين اللي في منتخب مصر مكمله ان شاء الله في الدوحه استعدادا للمباراه، تاثر في الناحيه المعنويه النفسيه ولا لعيبه الاهلي قادره انها تفصل بين البطولتين يعني؟ لا خلاص يا احمد، اولا دول لعيبه محترفين، لعيبه النادي الاهلي اتحطت تحت ستريس بشكل كبير جدا في جميع البطولات اذا كانت الافريقيه او المحليه او المنتخبات. فالنهارده خلاص يعني النهارده صفحة واتقفلت. صفحه واتقفلت، وبعدين فرصه كويسه جدا ان احنا رايحين بدري. انا شايف طبعا جماهير النادي الاهلي استقبال حافل لبعثه النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي هناك طبعا رقم واحد انا في رايي في البطولات اللي بالشكل ده، اذا طبعا كان مع المنتخب واحنا شفناهم ما شاء الله يعني ايوه، من الجماهير المميزه في العالم العربي جمهور واحنا مصر. لعبنا في الدوحه كتير يعني بالظبط كاس عالم وسوبر افريقيا، بالظبط، فعارفين ومتعودين جمهور الاهلي ازاي متعودين هناك. ويعني جمهور النادي الاهلي كمان بيبقى سعيد 3 4 ايام ايوه موجود معاه فرقته اللي هو بيحبها والنجوم اللي هو بيعشقها، فده سند لينا بشكل طب كبير جدا. بدنيا يعني، بعيدا او معنويا قادرين نفصل، بدنيا تراهن يعني مستر موسيماني النهارده بيحسبها انه اللعيبه اللي طالعه من بطوله لعبت فيها 5 مباريات في ظرف يمكن 18 يوم احطهم في حساباتي في مباراه سوبر، بطوله من مباراه واحده ومع خصم كبير في يعني واحد من اكبر انديه افريقيا، ولا الرهان يبقى على التشكيله والكتيبه اللي انا بحضر معاها ولعبت معاها ماتشين مباراتين وديتين في القاهرة مع الطلائع وسموحة، تراهن على ايه اكتر كابتن لا ايمن؟ يبقوا موجودين يا احمد، ان انت النهارده فرصه 5 مباريات لعبتنا مدارس مختلفه افريقيه واسيويه، مظبوط ف يعني راجعين لك وهم فت، تمام. وطبعا لعيب الدولي بيبقى معاه رخصه رقم واحد بيبقى موجود، لان ده لعيب دولي ما اقدرش يعني ابعده او استغنى عنه الا في حاله واحده بس، لو هو مجهد او مصاب، لكن سليم يلعب معاف 100% هيبقى موجود في التشكيله بشكل كبير، لان ده جاي من محكه قوي جدا وثقه ومباريات كانت كلها على مستوى متميز. فالنهارده انت بتقابل بطل بردك من ابطال العرب، نادي الرجاء المغربي عنده تاريخ وعنده سمعه عربيه وافريقيه بشكل كبير. لو احنا نشوف السي في بتاع نادي الرجاء هتلاقي يا احمد بردك واخدين بطولات كثيره جدا من سنه 74 لحد ما وصلوا الى كاس العالم للانديه 2013، يعني عندهم البطوله الوطنيه المغربيه واخدين 12 مره، عندهم كاس العرش واخدين 8 مرات، دوري ابطال افريقيا 3 مرات، كأس الاتحاد مرتين، كأس السوبر الأفريقي مرتين، كأس الاتحاد الأفريقي مرة، الأفريقي آسيوي مرة، دوري أبطال العرب مرتين، كأس شمال أفريقيا للأندية مرة، يعني فريق برضك بطل، نادي فريق عنده بطل. بالظبط عنده تاريخ قوي جدا. و بس انا الحقيقه ارتحت الى حد كبير جدا بصفقتين برحلوا عن الرجاء، بيتهيالي كانوا هم يعني يعتبروا او بيمثلوا جزء كبير من القوات الضاربه، سفيان أكيد رحيمي وبين مالونجو، طبعا الاثنين دول الحقيقه احترفوا في الخليج السنه دي فهيغيبوا عن مواجهه الاهلي، ودي يعني اعتقد هتاثر هتأثر بشكل طبعا على الجانب الهجومي، على لأن الجانب مهاجمين الهجومي. على أعلى مستوى، ايوه وطبعا هيأثروا بشكل كبير جدا على الجانب الهجومي. لكن احنا برضك مش عارفين الصفقات الثلاثة اللي كان بيتكلم عنها هم الكابتن طارق. حميد احداد مش غريب عليهم، يعني حميد احداد لعبناه مع الزمالك مع شفناه قبل الزمالك كده شفناه. جمال وعندهم حركاز ده صفقه اللي فهمته من كلام استاذ طارق انه صفقه دفاعيه يعني مدافع، فمش هيبقى من الاوراق المؤثره هجوميا بالظبط يعني على النادي بالظبط الاهلي. بالظبط، لكن طبعا احنا شفنا الكره المغربيه فيها نوع من الحماس ونوع من القوه ونوع من السرعه، وبالذات بقى لما هيلعب مع النادي الاهلي، فهتبقى انا شايف هتبقى مباراه 50 50 بالنسبه للفرقتين. لكن الحمد لله الفتره اللي فاتت احنا بدايتنا في الدوري يا احمد مستر موسيماني السنه دي بالذات يعني في رضا بشكل كبير جدا لمستر حقيقي موسيماني من متفقين. بدايه الموسم، الثبات اللي بيبني عليه تشكيله النادي الاهلي بالنسبه لمستر موسيماني، قدر يعرف العقليه والمنتاليتي بتاعت لاعبي النادي الاهلي، هو كمان في العمل النفسي بيتعامل مع لعيبه بشكل احترافي بشكل كبير. وجودنا في الدوري في المباريات اللي احنا لعبناها الحمد لله 400، احنا اول على بطوله الدوري علامة كاملة. علامه كامله، دي برضك بتدينا الثقه بشكل كبير، لعيبتنا اللي في المنتخب كمان مدينا ثقه اكتر ان أيوة. هم موجودين وفت وبيأدوا سلية بشكل عامل صراحه، يعني بطولة رائعة، راجل الدوره حمدي كلها وأكرم حمدي بشكل والشناوي. اكرم نضج بشكل كبير جدا، الشناوي طبعا السد منيع، فكل ده يعني بيدينا عايز ثقه. كلمتين منك كابتن ماهر لشريف، لو حبيت تقول كلمة رسالة لمحمد شريف
تقول له ايه؟ عايز اقول يا احمد، انا شريف وقفشه متاثرين بخروجهم من المنتخب من بدايه الاختيار الاولاني. لسه لغايه دلوقتي. انا شايف مأثر عليهم بشكل كبير جدا مع المنتخب. يعني حتى مستر كروش مش قادر نفسيا يقدر يتعامل معاهم او يلمهم بشكل كبير. واضح عليهم ان هم في المنتخب مش هو ده اداء قفشه اللي احنا تعودنا عليه، مش هو ده اداء شريف اللي احنا تعودنا عليه، لكن مع النادي الاهلي طبعا حاجه ثانيه يعني. فبقول لشريف خلاص هارد لك، مهم جدا انك انت مباراه الرجاء ده فعلا نحس ان شريف هو الهداف اللي احنا تعودنا عليه. انا بحاول ليه قلت لك شريف؟ لانه انا متخيل ان شريف النهارده يعني هيقسو على نفسه جدا يعني، ومحتاج شغل يمكن من الجهاز الفني للنادي الاهلي عشان يطلع من الحاله دي. احساسه انه ممكن يكون ضيع فرصه اكيده في المباراه، احساسه انه هو ضربه الترجيح الاخيره كان سبب في ضياعها، ممكن نفسيا يبقى محتاج مجهود عشان يطلع من ده ويركز في اللي جاي. انا معاك يا احمد، من النهارده انا متاكد ان مستر موسيماني عنده الجانب النفسي بشكل كبير جدا، بيتعامل مع لعيبه كلها باحترافيه. انا شايف النهارده طبعا مش هو بس وقفشه طبعا وفتحي والشناوي اللي هم راجعين من اخفاق وعدم حصولهم على المركز الثالث، فاكيد هيبقى في اعداد بتخص لعيبه المنتخب بشكل كبير جدا على الجانب النفسي. فانا عارف ان مستر موسيماني شاطر في الجزئيه دي، بيقدر يخرج اللعيبه بقى من اللي حصل في اخفاقات مع المنتخب القومي وضياع هدف انفراد شريف، ثم طبعا ضربه الجزاء اللي ضاعت منه. لكن هو ده حال كره القدم وده حال اللعيب النهارده يا احمد، في يوم بيبقى مش يومك يعني، بدلك بتبقى فيه غير موفق. فالنهارده انا شايف شريف ما كانش موفق في هذه المباراه، لكن ان شاء الله في مباراه الرجاء حاجه ثانيه، ان شاء الله يبقى التوفيق موجود مع شريف. المفروض يعني في لعيب ما فيش جدال ان واحد من افضل المهاجمين الموجودين حاليا على الساحه، يعني يختلف الترتيب عشان الناس ما تتهمش حد بالتحيز، لكن لو بتحط 3 4 اسماء مهاجمين في الكره المصريه لازم محمد شريف يبقى واحد منهم بالظبط. في مباراه زي اللي جايه دي، مباراه زي ويمكن حتى من قبل المنتخب، شريف مش شريف بتاع الموسم اللي فات، تظلم شريف لو اديته المباراه زي مباراه الرجاء من اولها ويبقى عليه لود ويبقى عليه ضغط عصبي انه